Arabia as'ab بالنسبة للنبيين. وأولا أريد أن أعبر عن تكبيري لجهود المشروع يقولها دكتور عبد الرزاق لمساعدتنا الأساتذة باللغة العربية والثقافة العربية في فيتنام. أشكرك جدا. فإنه يقدمنا إلى يونسكو وعندي هذه الفرصة الأولى بحضرتي هنا في هذا المؤتمر وأشكر أبو رازق وأشكر جميع الأساتذة والممثلين والمشاهدين في هذا المؤتمر وهذه مرة أولى لي أشارك في مؤتمر باللغة العربية بعد 20 عام في فيتنام. شكرا جزيلا. لنحضر هذا اليوم أريد أن أقدم لك موضوع كيف نقدم موضوع تعليم الترجمة من اللغة العربية إلى فيتنامية في جامعة الكومية في مدينة هوتشيمين. لقد قمت بجهود كثيرة في تقديم موضوع الترجمة من العربية إلى فيتنامية في جامعتي وحاليا كنت أنا أستاذة بالثقافة العربية في قسم اللغة العربية في كلية